بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ محمد بن عيد آل ثاني رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أصحاب السعادة السفراء، أيها الحضور الكريم، باسم نادي الجسرة وباسمكم أرحب بضيفنا الكبير الدكتور عبد الله الطيب. بالأمس القريب كان معنا واحدا من أبناء النيل المعطاء الأستاذ لطفي الخولي، واليوم نستضيف واحدا من كبار الأدباء والمفكرين، وهو من أبناء النيل المعطاء من السودان الشقيق، البلد الكريم والشعب الكريم. لا أريد أن أطيل، فالعنوان يظهر من بداية المحاضرة: محنة المثقفين العرب. نحن نعيش اليوم في دوران فكري وفي نوع من التذبذب، لا نعرف هل المثقف العربي يسير في الطريق الصحيح، أو هل استوعب الثقافة، أو هل رآها كما الرؤية الضبابية، أم أنه توقف عن الإبداع والخلق نتيجة الظروف والمتغيرات، أم كما ذكر بالأمس في حديث خاص أستاذنا الكبير، ربما يكون المثقف نفسه هو المحنة. فالثقافة تعتمد على التراث، فإذا كان المثقف العربي فهم تراثه الفهم الصحيح استطاع أن يخلق ويبدع. فالأستاذ عبد الله الطيب هو من العلماء الكبار والأدباء الأفذاذ، عرفناه جميعا من مقاعد الدراسة إلى مقاعد الجامعات إلى أن تخرجنا، لا زالت كتبه هي المراجع التي نستند إليها، وهو اليوم يحدثنا عن موضوع يورق الجميع، وهي محنة الثقافة العربية ومحنة المثقفين العرب. وها هي ذي تحين لنا الآن الفرصة السانحة لننهل ما شاء من النهل من ينابيع الفكر العظيم والنظرة الصائبة والتجربة الحية الممتدة المتجددة. والذوق والتذوق الراقي والثقافة الشمولية الواسعة. فضيفنا الكبير هو كالأصمعي والمفضل الضبي في الجانب الموسوعي من الثقافة، وكالآمدي وابن حازم القرطاجني في التذوق النقدي، وكأبي تمام والبحتري والمتنبي في الحاضرة الشعرية اللاقطة، هو أستاذنا الكبير الدكتور عبد الله الطيب. فلن أطيل لأن الوقت أثمن من أن يضاع، ولكن اسمحوا لي أن أقرأ جزءا من السيرة الذاتية لمحاضرنا قبل أن يبدأ في محاضرته. عبد الله الطيب ولد بغرب الدامر في 25 رمضان 1339 هجرية، 2 يونيو 1921 ميلادية. والداه الطيب عبد الله الطيب وعائشة جلال الدين الطيب، وهو ابن محمد بن أحمد بن محمد المجذوب، تعلم بمدرسة كسلا والدامر وبربر وكلية غوردون بالخرطوم والمدارس العليا ومعهد التربية ببخت الرضا وجامعة لندن بكلية التربية ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية. نال الدكتوراه من جامعة لندن SOAS سنة 1950،
عمل بالتدريس بأم درمان الأهلية وكلية غردون وبخت الرضا وكلية الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم وغيرها. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الخرطوم 1961 إلى 1974. كان مديرا لجامعة الخرطوم من سنة 74 حتى 75. أول مدير لجامعة جوبا من سنة 75 إلى 76. أسس كلية بايرو بيكنو بنيجيريا وهي الآن جامعة مكتملة. عمل أستاذا للعربية بالمغرب في كلية الآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. عين أستاذا ممتازا مدى الحياة بروفيسور إميرتس بجامعة الخرطوم في سنة 1979 ميلادية. له عدة مؤلفات منها المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، والأحاج السودانية، ونافذة القطار. له عدة دوانين شعرية مثل أصداء النيل وبنات رامة وأغاني الأصيل وزواج السمر. عضو عامل بجامعة اللغة العربية بالقاهرة منذ مارس 1961 ميلادية. الآن أول رئيس لمجمع اللغة العربية بالخرطوم. منح الدكتوراه الفخرية من جامعة الخرطوم سنة 1981 ميلادية، ومن جامعة بايرو بيكنو بنيجيريا 1988، ومن جامعة الجزيرة بالسودان سنة 1989. شارك في عدة مؤتمرات في السودان وخارجه. له مساهمة في الصحافة والإذاعة والتلفزة. فسر القرآن كله من إذاعة أم درمان بين 58 إلى 69 ميلادية، مع تلاوة الشيخ صديق أحمد حمدون رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الإخوة الكرام، ضيفنا الكبير الدكتور عبد الله الطيب. سعادة السيد رئيس هيئة الشباب والرياضة، سعادة السيد رئيس نادي الجسرة ونائبه وزملائه، السادة السفراء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فأول مرة زرت فيها الدوحة وقطر كان ذلك سنة 73، وكنت في وفد جاء هذه البلاد وزار بلادا عربية أخرى بغرض إنشاء معهد للغة العربية لغير الناطقين بها، تشترك فيه بلاد العرب جميعا بالخرطوم. وكان يرأس ذلك الوفد السيد الوزير سابقا الدكتور محمد خير، وكان أحد تلاميذي ببخت الرضا في زمان سالف، فكان في صحبته لي شرف عظيم. في تلك الزيارة تشرفنا بلقاء السيد الأمير مع سادة من علية رؤساء هذا البلد الكريم، وأكرم وفدنا إكراما عظيما، وأكرمنا نحن أفرادا في ذلك الوفد. وكان السيد السفير آنذاك الأستاذ شندي رحمة الله عليه رحمة واسعة. المرة الثانية التي زرت فيها هذا البلد الكريم كان ذلك سنة 81، وكان بدعوة من الجالية السودانية الكريمة، وأرى منهم ملأ حضورا كريما هاهنا، وقد استدعونا وأكرمونا، وقد تلقتنا جامعة قطر أحسن تلقي ومنتدياتها، وكان معنا من إخواننا السودانيين الكرام في ذلك اللقاء الكريم الأستاذ الشاعر الكبير محمد المهدي ميذوب، أذكره الآن إذ هو عند مولاه رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكان معنا سواه من الإخوان الأدباء المحسنين. وقد جئت هذه المرة بدعوة من نادي الجسرة، وهو ناد
حدب على الأدب. وهذه الدعوة لم تأتني مفاجأة، وإن جاءتني مفاجأة، وذلك أن أحد أعضاء نادي الجسرة لقيني منذ عامين وذكر لي أنهم سيدعونني، فلما تلقيت الدعوة منه علمت أن ذلك منهم وفاء. زيادة على ذلك عجبت للعنوان الذي اقترحوه عليه، وهو محنة المثقفين العرب، إذ لا تكون محنة وفي منتديات العرب كمنتداهم يدعو أدباءه ويكرمهم ويتلقاهم، فجزاهم الله عن ذلك خيرا كثيرا. وما أقول هذا ثناء ورياء، وإنما أقوله عن صدق وعن تبليغ. هذا وقد نظرت في هذا العنوان محنة المثقفين العرب، وللمحنة معاني كثيرة منها الامتحان، وأفضل أن آخذها بمعنى الامتحان، لأني لو سلمت أن الأدباء في محنة بطل الكلام بالكلية، فهم في امتحان، وآمل أن يجوز الامتحان. والامتحان محنة لأنه يضع صاحبه في قلق عظيم. من هذه الجهة لعلي ألتقي معهم عند بعض معنى العنوان كما أرادوا. والمثقف معروف، والذي بلغ غاية في الذوق والتهذيب الأدبي وما إلى ذلك، وهؤلاء كما نزعم وكما نأمل هم المتعلمون، ولكن يقصد بهذه الكلمة غالبا يقصد بها المتعلمون تعليما حديثا، المتعلمون تعليم المدارس الحديثة بما فيها من علوم عصرية ومن ضروب المعارف التي تتصل بحياة هذا العصر. وأكثر ما يطلق هذا اللقب على من أتم التعليم الجامعي أو أتم مرحلة تصل به إلى التعليم الجامعي أو زاد على ذلك أو قارب. وقد يتثقف المرء من داره بهذه الثقافة، فكل هؤلاء يسمون مثقفين. ونأتي للكلمة الثالثة وهي محنة المثقفين العرب، فآخذ العرب ها هنا بمعنى الذين يتكلمون العربية ويحبونها ويقبلون عليها ويؤمنون بها. وقد يؤخذ من معنى العرب أنه مراد بذلك من ينتمي إلى البلاد العربية، والبلاد العربية لا حد لها، هذا أمر ينبغي أن أقرره هنا، لأني سافرت إلى أواسط آسيا في بلاد أوزبكستان ورأيت ثم عربا ولدتهم أماتهم المتكلمات بالعربية يتكلمون العربية، وقيل هؤلاء العرب جاءوا من الشام في عهد تيمور لنك، وقيل جاءوا قبل ذلك، وقيل جاءوا مع قتيبة بن مسلم. المهم أنه يوجد عرب فيما بين خيوة وبخارة يتكلمون العربية فيما وراء النهر وفيما وراء بلاد إيران، ويوجد عرب يتكلمون العربية في أعماق القطر المسمى بنيجيريا، يبلغون مليونا من الأنفس يتحدثون العربية لا ريب في ذلك، ويوجد وراءهم عرب يتحدثون العربية لا ريب في ذلك. فبلاد العربية لا حد لها، هذا بلاد العربية التي ينطق أهلها العربية متعلميها من أمهاتهم وآبائهم، على أن العربية التي ينطقها هؤلاء جميعا متعلميها من آبائهم وأمهاتهم ليست هي العربية الفصيحة، وإنما هي عربية دارجة. فهذا المعنى يعطي العروبة معنى واسعا، ولذلك ينبغي أن نحصره في الولاء للعربية وللعرب. وبهذه المناسبة ألاحظ أن كثيرا من الآداب التي تكتب بالعربية في بلاد بعيدة عن الإقليم الأوسط العربي لا تؤخذ في الاعتبار، وهذا خطأ. والآن بعد أن عرفت هذا التعريف الشامل أقدم على الموضوع. أول ما
أسأله ما مفتاح هذا الموضوع؟ ما هو أهم شيء وأهم غرض ينبغي أن يهدف إليه عندما نتحدث عن المثقفين العرب وامتحانهم أو محنتهم أو ما يتعلق بكينونتهم عامة؟ أول شيء عندي هو اللغة العربية. هذه اللغة العربية أول امتحان لنا فيها هو هل نحن نحترمها؟ هل نحن لنا ثقة وإكرام لها؟ إن كان ذلك فنحن بخير، وإن عدلنا بذلك فقد سلك بنا طريق تغير وهلاك. اللغة العربية كانت محترمة محبوبة في جاهليتها، نعلم ذلك من الأخبار التي وصلتنا من أنهم كانوا يقيمون لها الأسواق وينصبون لها الحكام ويتبارون فيها عند الحكام، بل كانوا يدرسونها درسا حتى إنهم كانوا يعرفون أوزانها، بل لعل منهم من بدأ نحوها. وفي أخبار القراء ما يشهد بأن أبا الأسود الدولي كان يسأل عن مسائل في العربية قبل أن يوجه إلى تأليف النحو. فالعرب كانوا يكبرون لغتهم ويحترمونها في جاهليتها، واستمر هذا الاحترام لما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام وبالقرآن، أمر ذلك معروف. ثم إن اللغة العربية قد استوعبت علم الأمم وصارت هي لغة العالم، أو لغة العالم المتحضر، أو لغة العالم المتمدن، واحترمها العالم. أول من أقبلوا على إكبارها واحترامها الذين اعتنقوا الإسلام أو نزلوا تحت ظله وتأثروا بها أثرا عظيما. يخبرنا أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة أن الفرس لم تكن لهم أوزان متقنة ولا أسجع، وأنهم أخذوا ذلك عن العربية وعن الفرس أخذ الترك وأخذت أمم أخرى. والذي حدث في اللغة الفارسية فيه درس لنا جميعا طلاب الأدب، ذلك بأن اللغة الفارسية اقتبست من العربية ثم جعلت تنهض حتى صارت لغة ناضجة مكتملة، ولكنها فيما نخبر عنها حتى حين بلغت هذا الشأن كانت تستعير وتأخذ من العربية. وذكر ابن الأثير أن الفرس يؤلفون القصص الطوال، وأن شهنامة نزلت عندهم في البلاغة منزلة عظيمة، وأن العرب ليس لهم شيء من ذلك. وهذا مما يستدرك على ابن الأثير، ذلك بأن اللغة الفارسية كانت تعد نفسها لغة الدنيا والثقافة، وتعد العربية لغة الدين ولغة القداسة. واستمر هذا الأمر بين كثير من المسلمين في أقطار آسيا غير العرب. اللغة العربية كانت في المنزلة القدسية، ثم في منازل الثقافة اللغات الأخرى، وكانت تنظر إلى العربية كما تنظر إلى الفارسية. مثل هذا الأمر بعينه حدث في اللغة العربية نفسها بالنسبة إلى فصيحها وعاميها. اللغة الفصيحة صارت لغة التأليف الديني ولغة التأليف ذي القداسة، حتى إنه تقريبا منذ القرن الثامن الهجري إلى الثاني عشر الهجري كان أكثر التأليف في الشعر باللغة الفصيحة
في دائرة المديح النبوي. وكان أكثر العلماء هم علماء الفقه والحديث وعلماء أصول الدين وما أشبه ذلك. في نفس الوقت كان في العربية تأليف عامي وشبه عامي، ألف ليلة وليلة التي يلهج بها وتعد من مفاخر العربية، أسلوبها في الواقع وسط بين العامية والفصيحة، وقد ألفت أقاصيص وأخبار كثيرة بأسلوب مشابه للعامية أو مقارب لها أو هو منها حتما. من ذلك أساليب سيرة عنترة وأساليب السير المختلفة التي تجري مجرى الأساطير. فالعاميات العربية كانت لغات مكرمة مقبلا عليها مؤلفا فيها، حتى إن السيرة النبوية والمدائح نظمت باللغات العامية، ولكنها كانت في مرتبة دون قداسة الفصحى. الفصحى كانت اللغة المقدسة الرفيعة، لأنها لغة القرآن ولغة الحديث، ومنها يؤخذ الدين. هذا بين الأمم الإسلامية عربها وغيرها. أوروبا أقبلت على اللغة العربية إقبال إعجاب وإقبال تلقي. ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية في القرن الحادي عشر الميلادي، وترجم بعد ذلك عدة مرات، وقد أقبل الأوروبيون بإقبال عزم شديد على درس العربية، حتى إنه لم يخلق قسيس رفيع أو فارس ضخم من معرفة العربية. وقد أثرت العربية، نجد الآن في الكتب التي تخبرنا عن تاريخ العربية والعرب وأثرهم على العالم، نجد الآن قليلا قليلا يذكر أن العرب قد أعطوا أوروبا شيئا من علم الجبر، شيئا من الأرقام، شيئا من الكيمياء، أشياء في الفلسفة، أشياء في الطب، ويسكت عن دورهم في الأدب. والدور الذي أعطوه أوروبا في لغاتها دور عظيم جدا. من شواهده مثلا، وهذا أمر نحن نعرف خبره من الكتاب الذين كتبوا عن علم، كتب الفارابي في كتاب الموسيقى الكبير، ما خلاصته أن القافية شيء انفرد به العرب، كان يعرف اليونانية وقال لا يعرفه في اليونانية ولا غيرها ولا في غيرها من الأمم التي عاصرناها أو رأيناها. وهذا الأمر أكده كتاب بعد ذلك. مع هذا خلصت القافية إلى أشعار أوروبا، وفي القرن الثامن عشر الميلادي كان كل الشعر في فرنسا وفي بريطانيا من شيء يسمى رايمين كابلتس، أي قافية في البيت الأول وفي البيت الثاني، وهذا مأخوذ من المزدوجات العربية. وأخذت أشياء كثيرة من قبل، مثلا شيء يسمى هيد رايم، أي قافية الأول، أخذ هذا عن العربية، وبعض الجهلاء ظنوا أن هذا أمر اخترعه الإفرنج ويريدون أن يقلدوه في شيء يسمى الجناس الداخلي الآن، وهو شيء عربي أخذ من العرب، لأن العرب في فترة متأخرة من فترات المدائح النبوية استحدثوا الوتريات والشفعيات وما إلى ذلك، يبتدئ البيت بالحرف وينتهي به، مثل سلام سلام لا يحد انتشاره على من له نور يزيد على الشمس، ابتدأ البيت بالسين وانتهى بالسين. في القرن الثالث عشر الميلادي وما حوله ظهر شعر عند الأفرنج يبتدئ بحرف ويحافظ على الحرف مرتين
أو ثلاث في البيت الواحد، وسمي هذا القافية الداخلية أو الجناس الداخلي، وأصله من العربية. ثم بعد ذلك تطوروا إلى القافية المزدوجة، وهذا باب لا أريد أن أفيض فيه لأنه واسع، إنما أردت فقط أن أشير إلى أن أساليب العربية أثرت في الإفرنج، وهذا أمر لا نقوله حدسا وظنا، فقد ذكر الصفدي أن مقامات الحريري كانت تقرأ ويلعب بها أمام أحد ملوك الإفرنج على زمانه، ومقامات الحريري كانت بالنسبة للعلماء المسافرين في ذلك الزمان كالشيك السياحي الآن، كالصك السياحي تماما، يجلس العالم ويكتب المقامات ويذهب والمقامات في رحله، ولا يعتدي عليه اللصوص لأنهم يخافون من المكتوب ويخافون أن يعتدوا على عالم، فإذا بلغ بلدا أهدى الكتاب لأميرها ولأشياخها العلماء وتلقوه بالقبول وأقام معهم وأحسنوا إليه وكتب مرة أخرى استعدادا لرحلته الأخرى، وهكذا وهلم جرا. فاللغة العربية كانت مكان احترام عظيم في أوروبا، ومكان أخذ شديد، أخذ ذريع، أخذوا منها أكثر من باب واحد، بل قلدت قصائد بأعيانها، بل ترجمت قصائد وولد منها، وهذا باب لا يتسع له المجال هاهنا. ثم بعد أن استوعب هذا كله حدث له جحود وتنكر، وفي فترات الصليبية الصارخة حرقت الكتب تحريقا، الكتب العربية تحريقا، احتفظ ببعضها وحرق أكثرها، حرقت مكتبة غرناطة، حرقت مكتبة قرطبة، حرق سوى ذلك من الكتب، ولعل التحريق الذي حدث في أوروبا كان أكثر من التخريب الذي حدث على أيدي التتار والمغول في بغداد. هذا ما كان من أمر العربية في أوروبا. أعيد إليها بنوع من الاحترام والتقدير مرة أخرى، لأنها وجدت أيضا ما زالت تحتوي كنوزا، وهذا أمر مستمر إلى يومنا هذا، وسأعرض لبعضه إن شاء الله فيما بعد. استمر احترام العربية وتقديسها في بلاد العربية والإسلام إلى أن ظهرت أوائل العصر الحديث، وهذا يقترب بنا من موضوعنا. في أوائل العصر الحديث حدثت ثورة خفية على العربية وعلى أساليبها عامة، كانت أول الأمر نوعا من الغيرة لما رؤي من تفوق أوروبا، فأقبل العلماء والأدباء على استدراك ما فات العرب وما فات أدباءهم بأشياء يرون أنها من التجديد، وهذا كان في بابه عملا خلاقا مفيدا نافعا، وقد بلغ الذروة فيه جماعة على رأسهم أحمد شوقي الشاعر المصري الكبير أمير الشعراء، فإنه قد استدرك أشياء ظن أنها قد فاتت العرب وقد تكون فاتتهم، وعمله الذي قام به كان عملا مبدعا خلاقا، ولا سيما في ميدان الأقاصيص والمسرح وبعض معالجة كبار الموضوعات الشعر. ومن غير الشعراء قام جماعة بتجديد على رأسهم المجدد الكبير الإمام محمد عبده، ولكن كل هذا التجديد كان يحتوي على نوع من نقد خفي للأساليب القديمة، من نقد خفي للمحافظة التي كانت عليها. ومن باب الاستطراد أذكر في هذا الباب أن الشيخ محمد عبده رحمه الله لفت الأنظار إلى مقامات بديع الزمان الهمذاني، بديع الزمان الهمذاني، وبديع الزمان كان من آيات